السؤال الآن إن لم يمكن الترجيح، يعني وجد حديثان متعارضا حاولنا أن نجمع بينهما فلم نجد، فبحثنا عن التاريخ وحاولنا أن نعرف تاريخ كل منهما بحيث نعمل بالمتأخر ونترك المتقدم ونعتبره منسوخا، لم نستطع. فحاولنا الترجيح وجدنا أن كلا الحديثين في القوة سواء، ولم نجد مرجحا نرجح به أحد الوجهين. قال الناظم: وعند فقد الكل. ما معنى الكل هنا؟ عدم الإمكان الجمع، وعدم إمكان ادعاء النسخ، وعدم إمكان الترجيح. وعند فقد الكل للكل ما الحكم؟ قال: للوقف انتقل، توقف. والتعبير هنا عبر الناظم تبعا للحافظ بن حجر بالتوقف، وبعض الأصوليين يعبر بالتساقط. أيهما أفضل؟ ليه؟ لأن صاحبنا قالها. شن المعنى؟ ممتاز. والتوقف؟ ممتاز. إذن هو الأصل إعمال الدليلين ولا لا؟ والله يا إخوة، عبارات أهل العلم دالة على تعظيم السنة وعلى التزام السنة وعلى الحرص بالعمل بها. التوقف يعني كأنك تقول: يا ربي أنا لا أعرف ماذا أعمل، كأنك تستخير الله جل وعلا في أن يهديك إلى طريقة العمل بهذين الحديثين. التوقف يعني إعلان عجزك أنت عن معرفة الصواب في هذين الحديث. أما التعبير بالتساقط أو الإسقاط فكأنك تجرأت على هذين الحديثين. ولهذا الناظم رحمه الله قال: وعند فقد الكل للوقف انتقل، يعني توقف إلى حين ماذا؟ إلى حين أن يظهر لك واحد من الأوجه الثلاثة السابقة، إما إمكان الجمع، إما التاريخ، معرفة التاريخ، أو معرفة أو وجه لترجيح أحد الحديثين على الآخر فيعمل به.